طب سعادتك المترجم اللي طلبته موجود بره. مترجم ليه؟ انت مش فاهمني؟ انت محتاج مترجم؟ فضلان ده شغل ما فضلان ده شغل ما خلاص هو عايز مترجم، هات له المترجم. أمرك يا معالي الباشا. هيجيلك اللي هيديك على دماغك. اهو. بونجور مسيو، شنو نعمل؟ ليش بونجور مسيو؟ عارف 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 الحسين. لا اله الا الله. شنو هنو بيجو؟ انا غطي لك وشك عشان مصلحتك، ما تبصش على الحاجات دي. اؤمر. انا متاكد ان المحلات معتني من مره. الله، انت بتكلمني انا صيني؟ كلمه هو، انا عاوزك تكلمني انا عربي عادي. ما انا بتكلم عربي اهو. هو انا كلامي مش واضح؟ هو انت كده كنت بتتكلم اصلا؟ انا بتعلم عربي من المشروع الام. انت ام لغتك اصلا مش واضحه بالنسبه لي، بس اوكي اوكي لو هو ده هيفهمه اوكي. شوف لنا اخر الموضوع ده ايه. هتنهش. هاي؟ هتنهش. مش مهم مش مهم يعني مش مهم افهم الكلام ده، بعدين نبقى نتصرف. اتفضل. هو ده؟ اه. عايز ايه منه؟ نعم؟ عايز منه ايه؟ عايز منه اعتراف. اوكي. عايزه يعترف بايه؟ لا ما يعترف بايه مالكش دعوه، يعني خليه يعترف وانا هفهم من كلامه. اعترف اعترف اعترف؟ اه تطلع منه ارنب ولا ايه؟ مش فاهم. ايه ده؟ انت تعرفه قبل كده ولا؟ سيبنا يقف بقى. اه السرعه ده سيبنا يقف. تمام. ايه ده؟ شوف هو انا شاكك في الكربراتير، بس اكيد انت صنايعي فهتفهم في الموضوع يعني. لسه في شغل اقرب مني؟ لا انت القسط اكيد، بس انا بقول لك يعني. اه اتفضل. هو بس عنده عيب في الدينامو، الدينامو مش مشغول شويه. مشكله في ايه؟ في الدينامو. الدينامو؟ اه في الدنيا اهو. اه انا فهمتك. اه حضرتك محتاج اعتقد علبه دركسيون هنا، لو حطيتها تبقى زي الفل. اتفضل. انا مش فاهم تقول ايه بس. اه طبعا كلامي طبعا، معلش كلامي مش واضح انا. اطلني بقى اطلني. لا معلش انا اسف. لا اله الا الله. جو مابيل لي ميسيو بوزون دا سوزما ميسيو. جو مابيل بوزون دا سوزما. جو مابيل لي ميسيو بوزون دا سوزما ميسيو. جو مابيل تيمون دا سوزما. هو انت ما عندكش جو ماما جو ماما تيمون دا سوزما. لا ده ما عيب. ايه الولد اللي انت عملته ده؟ لا للعنف. ده ايه؟ ده فكرت حاجه ثانيه. احنا بنتعرف على بعض بس. ده تعرف؟ اه كده؟ اه انت مش واخد على اللغه. لو سمحت سيبني ما تعطلنيش وما تقطعنيش. لا اله الا الله. انا حاسس انه بيتكلم بيقول حاجه بس. اتفضل. جو مابيل نسيو بوزان دا سوزما نسيو. جو مابيل بوزان دا سوزما. هو انت ما عندكش غير الحمامه دي؟ ما فيش حاجه ثانيه تقولها لي؟ بوزان دا سوزما. لا قول لي اي حاجه ثانيه الحقني عشان اوقعني اللي واقف ده.